ويقول لك اللي ما رقع ما لبس، هكذا يقولون الزمان. الصنعة تاعي عندي بزاف اللي بديتها مدة 24 سنة، من اللي بديت هذه الصنعة حبيت هذه الصنعة باش تعلمتها. يجوني مشتريه عندهم حوايج عزاز عليهم يرقعوهم، كاين ناس ترقع جديد ترقع القديم ترقع حد من بكري، كاين ناس كما يقولوا يحبوا يرقعوا حوايجهم فيستا تاع مليون ولا تقطع له شويه ما يحبش يسمح فيها، حنا نواسيوها له نرقعوها له ويروح فرحان من عندنا ويروح ساتيسفي كما يقولوا. السلام الاخرين هذوك ملي خدمت لك دولي لا رجعوني سواسوا. يا طري بيان شفت لك موديل جديد ستوباج ماشي طابش تقطع عليه. هذا نديروا له مرصوجين من الداخل ونستوبيوه ما زيدش كي راح تحوس كامل. على ربي ان شاء الله. على ربي ان شاء الله. هذا الاسم برك تاعك كدو واحد مال واحد كدو جو يوجد يجوني غدوه ان شاء الله. مرحبا بك. الله يسلمك. الله يحفظك. بيان سو دوك انا عندي هدايا كليو عنده انايا من داك نجيب صراول لارج من تحتها كي نحب يلبسهم سليم كل واحد وكيفاه انا نلقى راحتي عنده نجيب له حاجه نرجعها لك كيما خرجت شغل هذا وين شريتها ماشي بروبليم واني كيما نقولوا يخدم خدمه عندك الحمد لله لي بري ريزوناب تما جميع انسان يجي يقدر يخدم عنده. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تربيتو الفرج تعاود هادي معليش يا ماشي مشكل كاع تعاود كومبليت مو هذه خويا العزيز. خويا انت تعرف يا ماشي مشكل كاع خويا العزيز. على بالي بلي انت صلاط. الله ينورك. تسمى دابيتشو نجيب له لي باس ديالو يخدم الناس ولا ما نسراولي يعطيهم الناس تسمى يخدم يتهلا وملا حرفه قديم ويتهلا مام السومه ومعرفه وكذا تسمى يتهلا بيان مام لي روتوش مام يعطف يدير كلش خو يتهلا تسمى مام زوالي يرقح الصالحه ديالو نورمال يرقحها نورمال عادي. لي فيرميتوري كلار كاين بزاف يكونوا مخبينهم في الصيف يخرجوهم في الشتاء كي يخرجوهم في الشتاء يجوا كاع على خطره الدخول المدرسي لي ساكودو يجيو ساكودو يجيبوا كاع يجيبوا لي ساكودو تاعهم اسعار عندي اسعار مسلمون متناسبة مع جميع الناس كما يقولوا في متناول الجامع عندي أسعار ب 10,000 20,000 الغالية كاع عندي 30,000 40,000 بابليس هي مقطعة من هنايا جابها السيد باش نخدموها له نروحوا نجيها المقطعة سقموها مليح نبداو من الطرف دوبي الخياطة باش ما تزيدش ترتقلو باش تكون خدمه مليحه وكي تجي سير هي فرح بها ان شاء الله. حاجه قالت لي في راسي واحد جاب فيستا تاع باباه عندها اكثر من 60 سنه هي عنده كي رقعتها له بدا يبكي وعنقني حسيت بها انا خدمتها له فونت كور انا خدمتها له من قلبي باسكو حسيت بلي حاجه فالور ما عندهاش السومه هذيك الفيستا تاع باباه خلاها سوفونير خلاها باش يشم ريحه باباه. او الحجاب ما شاء الله الله يسلمك ومرحبا بكم الله يعاونك. ما يقدروش يخلصوا الصنايعيه خاطرش اللي عنده ميتيه ويحبوا حتى نهار كيما قال حتى نهار يقول لا اله الا الله محمد رسول الله باش يحبسوا اوتوماتيكمون مي هاد كيما قال هادو ما نورمالمون لازم يكون عندهم الدعم باش يقعدوا باش يكملوا خاطرش لو كان واحد يروحوا هاد مالين صنعه ويروحوا مالين المهنه شغل خلاص هادي هذا المثل يقول لك مول الحرفه ما يترفه ما يجوع ما يحفى لو كان الناس اللي راهي تقطع في البابورات وتموت في الحوت يفو ميو يتعلموا صنايع هكذا غير لو بتي ميتي الناس عايشه بلو بتي ميتي هذا هو البتي ميتي يعني كل يوم عنده كل يوم يرزقوا ربي.